أنا الأستاذ الدكتور هناء مرتضى علي، رئيس قسم الرياضيات، عضو اللجنة الوزارية لورش نظام المقررات. تشكلت هذه اللجنة في سبيل أن تعمم أو تدرب كوادر في الجامعات العراقية. المفروض لكل كلية المفروض أكو عضو بهذه اللجنة داخل جامعة البصرة، المفروض المشكلة داخل جامعة البصرة، المفروض هذا العضو يكون مسؤوليته بأن يتابع شلون يقدر يوفر مستلزمات تطبيق النظام على المدى التطبيق الكامل، يعني احنا هسه راح نطبق على مرحلة واحدة. اللجنة الثانية المشكلة أيضا على مستوى الكلية يرأسها العميد الكلية ومن يراه مناسبا. هنا أنا نقصد بمن يراه مناسبا، طبعا تقريبا ممكن نقول مجالس الكليات، أغلب الكليات راح يكون مجالس الكليات هي اللي يعني تتضمنها هاي اللجنة. مزايا النظام، يعني أغلبية يعني أو تطبيق النظام جاي يواجه مقاومة، يعني الأغلبية ما محبذة للنظام المقررات، في حين هو نظام جدا خلينا نقول أكثر الأنظمة التعليمية استخداما بالعالم كله. السبب شنو؟ السبب بأن هو بمزايا يتميز عن أنظمة البقية. من المزايا اللي طرحتها أيضا موجودة أيضا بالدليل، يعني احنا قلنا راح نلتزم بما موجود بالدليل. الآن أولا ينمي شخصية الطالب من خلال تدريبه على اختيار المقررات اللي يدرسها. نظام المقررات يدخل الطالب، هسه راح يجيكم طالب مرحلة أولى، أول شيء راح يسوي راح تنطونه مرشد علمي، من خلال المرشد العلمي والطالب راح يبدي يطلع على المقررات اللي انتم فاتحيها له، ما راح يطلع يطلع على هذه المقررات اللي انتم فاتحيها له، ايش راح يبدي يقرر شنو من المقررات راح ياخذها وشنو المقررات اللي راح يتركها يمكن للفصول اللاحقه، يعني هنا تبقى خيار الطالب هو اللي يحدد شنو راح يبدي وشنو ممكن ان يتاخر بها. تفضل دكتور علي. بالنسبه للمرشد العلمي يعني هو تدريسي من القسم؟ نعم دكتور، بس احنا اول تالي يعني ضمن المحاضرة، يعني حاليا احنا فقط جايين نعطي مزايا، بعدين راح نجي لكل واحد وشنو مهامه، فبالتالي ضمن المحاضرة دكتور. كل فصل دراسي هو عام دراسي بحد ذاته، هذا راح يتيح بين كل التدريسين في داخل الكلية راح يشتغلون، وبالتالي النصاب راح يكتمل لدى الجميع. كذلك أيضا فتح المقررات الاختيارية حسب التخصصات المتوفرة بالكلية راح يتيح لكم شنو؟ راح يتيح لكم بأن الكل راح ياخذ ضمن تخصصه، يعني الآن بالأنظمة السنوية والفصلية قد التخصصات الدقيقة يجوز يمكن ما تتاح بالدراسات الأولية، في حين بالنظام المقررات لا، بالإمكان عندكم سلة اسمها سلة الاختياري، بالإمكان أن تطرح بها ضمن أنت داخل الكلية شقد عندك طاقات تقدر تتخصص لهم دروس اختيارية تتيحها للطالب، وطبعا ضمن إمكاناتكم من قاعات شيء أكيد أيضا يعني راح تؤثر بذلك. الوحدة الدراسية أيضا نفس الوحدة الدراسية بالأنظمة التعليمية الأخرى، هي جهد ساعة نظري واحدة. هنا أنا شوية أكو اختلاف، لأن أكو كتب وصلت يعني خلال المرحلة السابقة في الأنظمة السنوية والأنظمة الفصلية وحتى التكميلي والأنظمة الأخرى بأن كل ساعتين عملي تعادل وحدة واحدة. هنا نظام المقررات يقول لك لا، ساعتين أو ثلاثة تعادل وحدة واحدة. الآن هل هذا ملزم؟ لا، احنا نقدر ناخذ نفس الطريقة السابقة اللي هي كل ساعتين تعادل وحدة دراسية واحدة، يعني تبقى ممكن ان تبقون على هذا الإجراء مالتكم. البرنامج أيضا هذا شيء يعني مو جديد، لكن بما ان هي مصطلحات فلازم نعرف تعريفها بشكل دقيق. البرنامج يتضمن مجموعة مقررات دراسية، يصنف كل مقرر على انه أساسي أو اختياري. هنا البرنامج يقصد به بأن أنت الآن طالب دخل على مود تطي هذا التخصص، إيش لازم تضع له؟ أو دائما إحنا من يصير عندنا هدف معين نريد نوصل له، شيء أكيد للوصول للهدف تضع برنامج خطوات للوصول لهذا الهدف. الآن الهدف مال أي جهة تعليمية هي أن تخرج الطلاب، فبالتالي أنت لازم يجب أن تضع برنامج للطالب على مود ياخذ التخصص المعني قيد الدراسة. الآن هذا البرنامج راح يضمن شيء أكيد المقررات اللي راح تتيحها له. نوع المقررات مثل ما قلنا نوعين،
اللي هو راح نسميه أساسي أو إجباري، والنوع الثاني اختياري. الآن الأساسي نقصد بها هي مقررات تقع ضمن برنامج معين لتعميق معرفة الطالب ويكون التسجيل عليها إلزاميا. العام الدراسي، يتكون العام الدراسي بالنظام المقررات من 3 فصول، اللي هي الأول والثاني والصيفي. والجماعة اللجنة الوزارية اقترحت أن يسمى الخريفي والربيعي والصيفي بأسوة بالأنظمة العالمية. قبل لا تسمى كلية فنون جميلة كان اسمها أكاديمية فنون جميلة. نعم. أنا بسنة 80 داوميت كان نظام المقررات. نعم دكتور. مو نظام مثل هسه الفصلي. نظام المقررات هو حساب إشاد مالتي أنا ودكتور صباح اللي قبل هاي الفترة كنا مقررات ماكو نظام سنوي. يعني مطبق عندنا بس قصدي أنا احنا نريد هسه 100 شلون نوصل ل 134 ساعة معتمدة. ان شاء الله تصلون. اي اذا تقسمين انت في سمستر الواحد على 18 ساعة راح توصلين على يعني 144 ساعة. 144 يوصل لها وتجاوزها. عندك لا العفو عندك المقرر المتطلب الجامعة ومتطلب الكلية هذه يصير 2-2 مو 3-3. دكتور ليش يعني يعتمد على هو المقرر نفسه؟ احنا بجونا بالمرحله الاولى 24 طالب. نعم. ممكن نوزع 8 هذا التدريس 8 و8. ممكن نفتح ممكن نفس ممكن مو نفس الدرس ممكن وتغير الجداول مالتهم. الأسئلة مو حدا ما راح يصير منسق مقرر، لازم مو حدا لازم هو شغل منسق المقرر هو توحيد آلية التدريس وتوحيد الأسئلة، يعني لازم هاي الشغلات موحدة، لذلك وضع ما يسمى بمنسق المقرر. المرشد العام المرشد العلمي مال مشرف الطالب شنو شغله؟ شغله لازم اول شيء من يجي الطالب استلم المشرف لازم يفتح له بطاقة، يسيب هاي البطاقة لاحقا يحدثها كل فصل بالدرجات مال الطالب، لازم هو يتابع تقدم الطالب مسيرة الطالب خلال عمله بداخل القسم. مشرف الطالب يسمى للطالب من أول لحظة دخوله للقسم لحد تخرجه، لازم يبقى المشرف وياه، فكل طالب راح يكون له مشرف مسمى باسمه. الآن شنو معنى الحد الأدنى؟ ما تنزلون جوا، هذا المتاح لكم ممنوع. الآن الأعلى يصير مثلا عندنا واحد كلية هندسة شو نسوي؟ هو 4 سنوات جاي لجان الخبراء جايين طارحين 165 وحدة، زين 4 سنوات 165 وحدة والحد الأدنى 132، هذا عبء شديد على الطالب. الآن في سلايد لاحق راح نلاحظ بأن كل فصل دراسي يحق للطالب أن يسجل أقل شيء 12 وحدة حد الأدنى، وباب الخبرة مطبقة للنظام خلال 37 سنة الماضية 21 وحدة ثقيلة جدا على الطالب، تلك هلاك يعني داوم الأسبوع كله بدون عنده وقت راحة خلال الدرس، هذا عبء على الطالب. فأنت ليش تعبأ على الطالب؟ الآن إذا سجل 21 وحدة كل سنة دراسية يعني بالأربع سنوات راح يخلص 168، زين هذا من نطيه 165 عايف له بس 4 وحدات أو 3 وحدات بعد شنو؟ يعني معناته راح يسجل بالحد الأعلى. زين نظام المقررات مبني على قاعدة ميزة، شنو هي الميزة؟ بأن أنت ممكن أن تخلص النظام بحد الأدنى من السنوات، يعني أنا 4 سنوات ممكن أخلصها ب3 سنوات إلى 3.5، زين أنت من عبأته وخليت له 168 أو 165 وحدة كمتطلبات تخرج، شو راح يخلص ب3 سنوات؟ درجة راح ياخذها، هاي الدرجة راح ياخذها بال 132 في فلان تخصص وراح ياخذها بال 144 بهذا التخصص، هذول تعبوا، هذول شنو؟ لكن اكو تخصصات ماكو بيها مجال، يعني ما يقدر، يعني انا اذا اقل من هيك راح اجز شنو؟ راح اقتلها ايضا روح النظام، شنو هي روح النظام؟ بان انت تتيح اختياري للطالب. يعني انت اذا تقلل الاختياريات كلش بحيث كله تطرح اجباري، ايضا هذا مو نظام مقررات، هذا ايضا رجعنا للانظمه الفصليه والعاديه الموجوده. فبالتالي الان الشيء الاخر اللي ورد ايضا بالدليل اللي هي النسب. انتم ايضا ملزمين بنسب، لا تنقصون ولا تزيدون، اللي هي من 10 الى 15 جامعية. فاذا كان عندكم 134 وحدة مثل ما قلتوا قبل شوية، اذا معناته عندك 13 وحدة جامعية كحد ادنى وعندك 20 وحدة جامعية كحد اعلى.
هنا انا ايش قد انا ازيد، يعني انا عندي ال 13 ازيد هواي، الجواب دير بالكم اي زياده انتم مو ملزمين مثلا 134 راح تخلون، اي زياده قاعد تاثر على اليمن، تاثر على الوحدات مال المتنين مال الكليه والتخصص، فدير بالك لا تزيد الجامعيه هواي، يعني 14 15 16 كافي، لا توصل لل 20، ليش؟ يعني هاي بالنتيجه وين راح تنقص؟ راح تنقص بالتخصص وبالهاي، يعني على حساب كليتك وعلى حساب تخصصك. الان من 16 ل 22 بالنسبه للكليه اللي هي معناتها من 21 ل 29، هاي بالنسبه اذا اختاريت 132، يعني اذا فرضا واحد من عندكم من الاقسام صارت 140، تبقى هاي الجواب لا، هاي تتغير حسب النسبه، فدير بالكم هاي اول شيء هم لازم تراعونه، واخيرا التخصص اللي هي اعلى شيء، لان هذا التخصص من 83 98 بالنسبه ل 132، وهي اكون جاوبت السؤال اللي طرحته قبل شويه. الان مثل ما قلنا الفصل الاول لازم 15 اسبوع بدون الامتحانات، اسبوعين راح يصير، يعني هي 17 اسبوع ويا الامتحانات، الفصل الاول والثاني مثل ما جاي تشوفون اجباري، الحد الادنى المتاح للطالب التسجيل عليه 12 وحده والاعلى 21 وحده، بالنسبه للفصل الصيفي هو فصل اختياري، هو مدته 8 اسابيع مكثفه، اقصد بالمكثفه يعني اذا تدرس بالفصل العادي 3 وحدات هاي المره 3 ساعات، بالفصل الصيفي لازم تدرس كل مقرر بالاسبوع الواحد 6 ساعات. 6 ساعات، يعني لو 3 وحدات تدرس 6 ساعات، فبالتالي راح يصير 8 اسابيع زائد اسبوعين امتحانات، الحد الادنى 6 والحد الاعلى 12. يعامل كل فصل دراسي بصوره مشابهه للسنه الدراسيه، هاي حكيناها، كل فصل دراسي هناك طلبه خريجين يصدر لهم امر جامعي بالتخرج. الآن الفصل الدراسي عندنا بالدليل التسجيل مدته أسبوع واحد من بداية التسجيل، عندنا ما يسمى بالسحب والإضافة والسحب، طبعا هنا بالدليل هي أسبوع واحد للسحب والإضافة، في حين هي راح تشوفون بمجالس الكليات تمديد مدة السحب والإضافة، اللي راح تشوفون راح يصير عندكم طلاب راح يجون ورا التسجيل، طالب ورا أسبوعين راح تكتشفون عنده أخطاء بالتسجيل واللجان الامتحانية لازم يبدل، فبالتالي هي تقريبا فترة السحب راح تكون أسبوعين بعد أسبوع التسجيل، فبالتالي راح تكلفكم 3 أسابيع بعد بداية التسجيل. أسبوع التدريسات 15 أسبوع والامتحانات أسبوعين. عملية التسجيل، إعلان القبول، توزيع الطلبة حسب المعدلات، هاي نفسها اللي احنا قاعد نشتغل بيها كل الكليات، إعطاء أرقام جامعية، هاي اللي هي الجديدة اللي راح تكون بوحدات التسجيل راح يضاف العمل لهم إعطاء وحدات، هاي توزيع الطلبة ورغم يتوزعون على أقسام لازم أيضا هاي إضافت اللي هي توزيع المرشدين العلميين وبدء التسجيل. الآن الرقم الجامعي، العفو، الرقم الجامعي دكتور حيدر برئاسة الجامعة بالتعاون مع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة سووا برنامج الكتروني راح يعني على مستوى الجامعات لكل طالب مجرد ان يتوزع بالقبول المركزي رأسة راح يجيكم للكليات الرقم الجامعي وياه، يعني هاي الشغله بعد هم راح بعد ما تحتاجون ان تتعبون بيها، فبالتالي هاي رأسة من الوزاره وضمن برنامج الكتروني راح كل الطلبه في وزاره التعليم العالي راح تصير عندهم ارقام جامعيه، الارقام الجامعيه راح تكون يعني مو نفسها اللي مستخدمه حاليا في كليه العلوم، اللي هي اول رقمين راح يمثلون سنه القبول، مثلا 2019 راح نكتب 19 السنه الجايه، الوراها راح يكون تمثل رمز الكليه حسب تسلسلها بالجامعه المقبول بيها، يعني حسب تسلسلها بالتأسيس جامعة. زين بعدها مثلا كلية الآداب راح تكون رقم واحد اللي هي أول أو هي دائما رقم واحد، الرقم الثالث اللي هو أيضا راح يكون رقم رابع العفو هو رمز القسم المعني، فكل قسم حسب أيضا تأسيسه راح يكون أكو تسلسل الأقسام من واحد حسب عدد الأقسام، اللي بعد الرقم الخامس راح يكون ذكر وأنثى، لأن عندنا مشاكل بالتسجيل، هاي لمعالجة مشاكل التسجيل، مثلا كلمة نور
الطالب نور، لا نضربي بنية لا نضربي ولد، وبالإحصائيات يسبب مشاكل، فبالتالي هاي على مود الإحصائيات فراح ينحط 1 و2، والثلاث أرقام الأخيرة راح تكون هي تسلسل الطالب في القبول المركزي. الآن هذا التسلسل قد مو بس 3 مراتب، قد تكون 4، مثلا في كلية العلوم هاي السنة جتنا 4 مراتب. أيضا أكو رقم إضافي ما أدري أنا يظهر، ما أدري ما كاتبته، أكو رقم قبل الذكر والأنثى، العفو، اللي هي العفو 1 صباحي و2 مسائي، اللي هو رقم 5 اللي ما موجود، أنا أعتذر يعني. زين، فأكو هنا يعني معناته رقم 5 راح يكون هو صباحي مسائي. هاي أصلا يعني البرنامج هاي العملية كلها راح يسويها. الآن أيضا بالدليل وردت ما يسمى بالخطة الإرشادية. شنو هي الخطة الإرشادية؟ البرنامج اللي أنت راح تطرحه للطالب لازم تكتب اللي هي وتوضحها إليه، مثل ما واضح أمامكم. لازم تقول إيش قد ساعات كلية على مود يتخرج، إيش قد يمنح الطالب على مود تطيب شهادة البكالوريوس، إيش قد متطلبات الجامعة لازم يخلص وحدات، متطلبات كلية، متطلبات قسم. الآن متطلبات الكلية الإجبارية إيش كم ساعة، إيش كم، يعني تحدد له كل التفاصيل. الآن هذا جزء، وتكمل مال الخطة الإرشادية بأن تتيح له أسماء كل المقررات المفتوحة، بحيث الطالب يجي يعرف لكل يعني لكل متطلب ذكرته أنت بالصفحة السابقة. هاي الوحدات اللي مثلا عنده يراد لها مثلا 20 وحدة متطلبات كلية، هاي 20 وحدة أنت لازم تفصل في ليها إجباري اختياري، وش قد إجباري وش قد اختياري، شنو أسماءهم يعني رقمهم زائد الاسم زائد إرشادات. وهاي يمكن قبل شوية غوانيها دكتور علي، اللي هي أيضا إرشادات تكتب الهيا توضح له مثلا شنو يعني مستوى شنو بالخطة الاسترشادية. أيضا أسبقية المقرر يهو قبل نعم دكتور. نعم دكتور، هسا يوضح لك لحضرتك. لا عفوا، لا هاي هنا دكتور، دائما بالخطة الإرشادية يكتب اسم المادة وحداتها نظري عملي ممهد. فبالتالي بدون الممهد يعني لازم لكل مقرر اكو شنو؟ اكو ممهد. الان شنو يعني ممهد؟ مثل ما قلنا سابقا، الممهد مو بالضروره ان يكون مقرر سابق، ممكن ان يكون مستوى. يعني مثلا طالب اذا خلص 35 وحده انا ممكن افتح له هذا المقرر. دكلون. الان هذا اللي امامكم، مثلا اذا انا عندي كل المقررات 4 ساعات. شو اسوي؟ مثلا اللون هسه الساعتين الاولى البنفسجي. اجيت انا ايش قد عندي قاعات متاحه بالكليه او متاحه بالقسم مالتي؟ عندي 4. فايش اخلي؟ معناته ايش قد اقدر اخلي هنا دروس؟ 4. انا مو اقدر اثقل على روحي. لا مو شرط نفس الماده، انت عندك الان 4 قاعات متاحه بهاي الساعه. الآن هاي الـ4 مقررات تنزلها، عندك 4 قاعات، إذا بإمكانك تنزل 4 مقررات، مو شرط بالمستوى. جزء هذا المستوى تريد تريحه، تريد تشغل مثلا كله ثاني، تريد تخلي يعني أنت هنا كرئيس قسم كإداري أنت تتحكم شنو الـ4 مقررات اللي تنزلها. الآن صار عندك 4 مقررات، معناته عندك ايش قد؟ 4 تدريسين شغلتهم بهاي الساعتين. الآن هي 3 وحدات، وين تريد الوحدة الثالثة؟ وين تخليها؟ بالمكان البنفسجي اللي هو يوم الأربعاء بنفس الساعتين الأولى. زين؟ الآن الوردي لازم أخليه بالوردي. هاي شنو تتيح لي؟ أولاً تتيح لي عدالة بين الكل، مثلاً أخلي له نفس الطريقة، يعني من أخلي له بحيث الكل يتأخر ليوم، الكل راح يكون عنده نفس عدد الساعات. الآن هذه أيضا شنو مثل ما قلت لكم عدد القاعات أتحكم بيها. زين، بحيث أنا أول شيء مثل ما قلت لكم بالجدول أنزل قاعاتي بداخلها كلها. الآن كلمة قاعاتي، هل أنا بس عندي قاعات القسم؟ لا، نظام المقررات مبني على التعويم. يعني أنا هسه عندي متطلب كلية، متطلب جامعة، متطلب تخصص. التخصص خلي الطالب ياخذه بالـ4 قاعات مالتي. الآن الكلية شنو؟ الكلية كل طلاب الكلية يدرسوها. الآن هذا انفتح في قسم كذا، القسم الفلاني عنده قاعات يفتحها، أنا الطلاب تروح عنده. الآن الطالب من انفتح متطلب كلية هل ملزم يسجل بهاي الشعبة اللي بقسمي؟ مو شرط.
ممكن يسجل بشعبة ذيش بشعبة هاي بشعبة هاي، فبالتالي راح يتوزعون الطلاب على الكلية. عاد يعني طالب يريد ما يسجل بهذا القسم مثلا الوقت مال هذا القسم ما يناسبه، نفس المقرر مفتوح بالقسم الفلاني وهو متطلب كلية، خي يروح يسجل عند القسم الفلاني وخليه يروح بالقسم الفلاني. يعني مثلا ابو دكتور احنا عندنا مثلا درس علم جوارح يكون هو متطلب كلية، نعم كل الاقسام الدرسه هو التشكيلي يعجبه ياخذ الموسيقى عادي خليه ياخذ يروح يسجل ايام التدريسي اللي هناك. فمثل ما قلت لكم الان بناء الجدول بنظام المقررات اول شيء ينبني، يعني من انا كرئيس قسم ادخل الجدول اول شيء اسوي مالت المتطلبات الكليه، اول تجتمع معاون العميد العلمي ويا مقررين الاقسام. خلينا مثل ما قلت لكم شنو، خلينا الجدول المشترك، خلينا قاعاته رأسا الجدول المشترك زائد قاعات انحزت عند الكل، بيناتنا كل احنا نتساهم بالقاعات مال المتطلبات الكلية. الآن سوينا تساهم كملنا، الآن يجي رئيس القسم يستلم متطلبات الكلية والجدول مالته وين يخليه؟ بداخل الجدول مالته، مو الآن أول شيء ينزل بالجدول ينزل مال المقررات الكلية.